طب نادي الزمالك كانت روح بين اللاعبين بين النادي الاهلي والزمالك كانت روح عاليه جدا، وكانت في صور مهمه جدا 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 اتعملت في الماتش ده هنعرضها قدام حضراتكم. بس خلينا ناخد تليفون مهم من احد كباتن فريق الكره الطايره بالنادي الاهلي، كابتن عبد اللطيف. مساء الخير. مساء النور يا كابتن خالد، اخبارك ايه؟ الحمد لله. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. اول ما قلت اسمك اخوك عبد الرحمن عبو، عبد الحليم عبو، عم ايه؟ قام قاعد يضحك، عايز اعرف ايه. لا لا لازم تجيبوه، هاتوه هو مش انا اهو. ايه الموضوع؟ فهمني. لا عايز افهم. لا ها، لا انا قلت له، والله قلت له انا هكلمك اول ما اروح، قال لي خلاص مش هروح. اتفضل اتفضل كلمه هو معاك. بص خلي بالك عبد اللطيف، انا ما عنديش مشكله خالص، الهواء مفتوح. اتكلم عبد الحليم واساله الاسئله اللي انت عايز تساله على الهواء. اتفضل. خلاص ماشي. اتفضل. ازيك يا حليم؟ مبروك على البطوله. بيقول لك مبروك. مش قادر. مش قادر. بيقول لك مش قادر. بترد يا عم. بترد عليه طبعا يا كابتن. ليه؟ صح. الروح اللي انتوا شايفينها دي هي روح المكسب. صدقوني. طبعا. النجوم اللي موجوده والنجوم على التليفون وكل النجوم النادي الاهلي، روحهم مع كابتن ميدو ومع الجهاز كله روح مهمه جدا على المكسب. لكن انا برضو هفضل مستمر عبد اللطيف واسيبه عبد الحليم هنشوف هيوصلوا ايه على الهواء. اتفضل يا كابتن. لا انا والله مش عارف انت عايز تتكلم ليه. مكسوف. طبعا لسه يا كابتن عظمه. لسه ما قدمش عبد اللطيف في النادي لسه. لا لا هقولها لك، وهقول لك كابتن عبد اللطيف كانت لسه في عزومه في النادي. كان لسه فيها عزومه ويعني إيه؟ مش عايز اقول لك والله كانت ناقصاك يا كابتن خالد. حبيبي يا عبد اللطيف، يعني الدنيا حلوه معاه والدنيا ماشيه. طيب في ايه؟ ايه مالك؟ كانت في مجزره مش عزومه. الواجب كان اكل ايه بقى؟ قول لي. عكاوي. الله الله. طب ايه؟ ممبار. ده العبريه كانت جامده جدا. كبده. عشان كده اتاخرتوا صح؟ صح عشان كده اتاخروا عليا. ريحوا شويه. ريحوا شويه بعديها. الاكل نظامه ايه؟ قول لي. تحفه. تحفه؟ طبعا. عجبك؟ اه طبعا. طب تمسح عبد اللطيف تقول له ايه؟ يعني انت دلوقتي نطقت؟ نطقت. بيقول لك دلوقتي نطقت. لا هو قول لي. هو الكابتن عبد اللطيف طبعا اخ كبير. شخصيه محترمه جدا. اتعلمت منه كتير لان انا بقالي 9 سنين معاه في النادي. اتعلمت منه ايه؟ لا هو عشان هو في مركزي يعني شخصيه يعني ممكن سنتر مع سنتر كده يبقى فيهم نفسه. بس في نفسيات اكيد برضه يا كابتن. لا ما النفسيات دي كانت زمان قبل الاصابه. بتزقه برضه كده عشان تلعب انت. لا هو عبد اللطيف شخصيه محترمه، هو اللي في النادي الاهلي هو اللي عرفني يعني ايه في تمسك نفسك لما تبقى متعصب، تمسك نفسك ما ينفعش تعمل مشاكل مع دي. لا انت غلطان حتى لو انا عامل مشكله والمشكله مش فيك. بقى سؤال واضح. اتفضل. يعني كابتن عبد اللطيف ولا كابتن عبد الله اتعلمت من مين بالظبط؟ ايه رايك في اللي على الهوا دي؟ حلوه صح؟ واحد قدامك وواحد على التليفون. لا عبد الله عبد السلام هو اللي بيرفع، خد بالك. بالظبط. مش هيرفع. كابتن عبد اللطيف تقول لي على الانجاز ده لو سمحت. والله يا كابتن خالد يعني انا واحد من الناس كنت مشفق جدا، انا ظروف الاصابه كنت بره البطوله طبعا، بس كنت مشفق جدا جدا على الناس. الناس كانت تعبانه قوي ويعني ممكن الموضوع كانش حد حاسس بيه بحسب الضغط اللي على اللعيبه. كابتن ميدو كان عليه ضغط مش طبيعي، يمكن اللقطه اللي هو بعد ما البطوله خلصت وقعد على الكرسي مش قادر حتى يفرح. يعني بجد كانت الموضوع كان صعب جدا الموسم ده والضغوط، واحنا تقريبا ما اتمرناش مع بعض السنه دي، يعني احنا تقريبا كفرقه ما لحقناش نقف مع بعض، ما لحقناش نتمرن. بس الحمد لله يعني الحمد لله يمكن ربنا عارف نوايا الناس ونوايا التعب اللي بيحصل الكلام ده كله، فهو ده اللي ربنا بيكرم بيه الحمد لله، والعلاقات الكويسه اللي بين اللعيبه وبعض والجهاز الفني الحمد لله رب العالمين. نصيب فريق الكره الطايره يا كابتن عبد اللطيف ان هو بيكسب، هو ده نصيب فريق الكره الطايره ان هو بيكسب وبيجيب بطولات، فكل الناس مديه ثقه فيه ان هي تكسب كل البطولات مره واحده، ما عندهمش اي نوع من انواع الخساره. دي حقيقه، بس الحاجه الاكبر انت دلوقتي بقى الجمهور قريب منك غير زمان، بيقدر احساس الجمهور بيوصل لك بشكل اسرع. الناس اللعيبه دلوقتي الصغيره تحت ضغط اكبر، ما احنا مثلا من 10 سنين ما كناش حاسين بنفس الضغط ده. دلوقتي هم حاسين بشكل مباشر، بيسمعوا كلام، بيسمعوا الناس بتقول عليهم ايه لايف. فالموضوع بقى صعب، ويعني الله يكون في عون يعني بجد الموضوع ضغط عصبي، واللي انت حضرتك عارف لعبه في النادي الاهلي مش سهل طبعا اكيد، يعني الناس بتفتكر الموضوع سهل انما لا الموضوع صعب جدا، انت طول الوقت مطلوب منك مكسب تحت اي ضغط. ما فيش حاجه ولا اصابات ولا نفسيات ولا اي حاجه، مكسب بس. مفيش حاجه من الكلام ده، يعني اللعيبه حليم خارج من عمليه 8 شهور، عادل وعبد الرحمن الاثنين بيلعبوا رجليهم مش قادرين يقفوا، ما لهمش بديل.
بس احنا عارفين نجوم الكره الطايره الرجاله كابتن عبد اللطيف بجد الف مليون مبروك ليك كلكم، وان شاء الله لسه منتظرين، وانا واحد من الناس منتظرين لسه باقي البطولات السيزون باذن الله. شكرا يا كابتن عبد اللطيف. لو العزومه وعدك ونوعد النادي الاهلي ومجلس الاداره ان شاء الله ان احنا نحقق الرباعيه السنه دي ان شاء الله. يا كابتن ربنا يكرمك. شكرا ربنا يخليك. شكرا يا كابتن.